عملت لك مفاجأة حلوة كثير هلا. أستاذ سيمون هالهولة. إيه حبيبتي. أنت وأنا. إي. رح خبرك سر. هلا أي. كل العالم كانوا مفكريني إني أنا والأستاذ سيمون أسمر مدبحين. إي. ومفكرين رح نهبش بعضنا على الهوا. أها. فيني أدعي يجي لعنا هون لحتى نعرف نحكي مع بعضنا كلمتين. اترك كل شيء في ايديك وتعالى فورا. من وين جاي عم تعملنا بقوسه كمان؟ يلا يلا احنا في انتظارك. انا استيز. في انتظارك ملي. يلا استاذ انا يلا شو اسمر يلا يا استاذ فورا يلا يا استاذ الحلقه تمشي. طب ستات اثنين واقفين بانتظارك يا استاذ. يلا يا مسيو اسمر. معقول حركه؟ تفضل في السكه في السكه هو في السكه صار شوف. في السكة صار في السكة والكاميرات جايباها اهي في الكواليس. يلا يا مسيو أسمر. يعني فاجأتوني النهارده عيد المفاجآت ومعيدين بجد. يعني عيد انت شايل ايه؟ شوف اول شيء فاجأتوني. اي جايب لنا معك باليوم وقت تأخرت لانه كانوا عم بيركبوا لي ميكرو. اي ومعوق كمان الميكرو. وثاقبت انه باخر البرنامج برات الهوا كنت بدي اقدم لها عسل لبنت الجبل. الله. وكونها سيبقى سيبقى صوتها حلو. العسل للعسل مش كده؟ عسل هيدي شهده من صانع النجوم الاستاذ سيمون اسمر من جبل من جبل الشيخ عم بيقدم لي العسل ليضل صوتها حلو. استاذ ان شاء الله كل ايامنا انا والاستاذ سيمون عسل. ان شاء الله. وراح بما انه الاستاذ سيمون اللي عيد عليه برامج استوديو الفن واللي مرق كثير هوات من بين ايديه وصاروا احلى نجوم خمس نجوم وسبع نجوم بدنا منك كم نصيحه استاذ سيمون. ايوه سكت بدها موال. اول لا بدها موال يا نرجو. اول شيء اول شيء الي وبعدين للست هلا. ايوه شو النصيحه؟ ايه ايوه. دخلك نيشان مش من استوديو الفن؟ نيشان عنده يجي الف نصيحه. نيشان كمان بقدم له تحيه لنيشان. نيشان حبيبي نيشان كل سنة هو طيب. إن شاء الله يا رب. جاي يبيع المية بحارة السقايين. شفت بقى؟ بقى أنا جاي أعطي نصايح لهلا ولنجوى لا اللي ما تركوا حدا. لا أنت أستاذ يترك كلمة يقولها الليلة. يا رب يخليك بوجودكم. الله يخليك. حقيقة إنه نقيتي بنهاية هالبرنامج رئيسة قناة بكل ما في الكلمة من معنى. يعني لو رئيسة. اي والله رئيسة. ما بعرف قديش قدرتي صبرتي يا مدام. لا رئيسة صبرت ونول. لأنه كانت رح تاخذ القناة من بين ايديك. لا صبرت ونول. شو يعني كانت رح تاخذ؟ ما خدناها بعد كل وهمي. بوجودك وبحضورك وبإلقائك وبتقديمك. يعني تميزتي كثير. عم تسمعوا الصحفيين شو عم بقول الأستاذ سيمو أسمر؟ ما تميزتي بس كمطربة. اكتبوا بكرة مانشيتات هالقد. تميزتي كمان كمتكلمة وك ذكاء. شعلة ذكاء وك يعني شعلة ذكاء. انت عم تقولي مرتقدة. لا والله حقيقة. يعني الحقيقة أنا كل بدي أقول لكم إياه كل عيد وأنتم بخير. أنت بخير وبخاطركم. لا 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 بدك تسمعنا موال. قاعد معانا لآخر البرنامج. بفكر إنه لازم
تقفلوا البرنامج قبل ما المشاهدين يسمعوا البوابة. بس لحظة جاير لي الشيك لحامله ولا ايه؟ انا بدي جاير الشيك هيك مش بجايروه هيك والله بتعمل أيوة. منيح هالايام بليون بليون يا نجوى ايامك عاطلي استاذ شو بدك على خاطر عقلي يا نجوى عقلي ده بليون بس انا تكون منصفه بس بالاذن عقلي من دون اي بكل محبه ده بليون عقلي بكل محبه لاكون منصفه يعني حتى يقولوا هلا تقول انا كنت معها بالبرنامج ولا طلع لي شيء نص البليون استاذة عليا شو حنروح البنك سوا قول ايدي في ايدك ورجلي على رجلك مش كده يلا لحدي بك يا كله لانه لا 30 لا حلقة استحقيت البليون لا واكتر من بليون احنا سوا وكلنا على فكرة خبرة الاستاذ سيمون اسمر وكفاءة الست هلا والدكتورة هلا فرحان كفيلين انه يعملوا احلى محطة بالشرق الاوسط ان شاء الله يا رب عندنا وسط